اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. مرحبا، كيفكم شباب؟ وان شاء الله تكونوا منيحين. معكم خالد ومعكم دلي. اهلا وسهلا فيكم وكل متابعي ومستمعي قناه رويش تي في. اليوم التحدي تبعنا راح يكون عن عيد الحب. ومثل ما بتعرفوا عيد الحب عيد عالمي كتير. راح انزل انا وخالد على الشارع التونسي وراح نشتري باقه ورود ونهديه لبنات من الشارع ما بنعرفهم، واللي بيخسر اكيد راح نطبق عنه عقاب، وعقاب اليوم راح يكون كميه كتير كبيره من البصل، واللي بيخسر بده يقشرها ويقطعها بليله عيد الحب. والرابح اكيد بيظهر يسهر مع بنت، مع احلى بنت. اكيد راح تخسر. انا متاكد كونك انت راح تخسر. بهدول شعراتك ما راح تزبط ولا بال راح تزبط، راح نشوف ان شاء الله. منشوف شعراتي راح يشهدوا. أنا حبيب قلبي خالد بدنا نصور فيديو
البدله اللي احنا عايزين تاخد الورد من عندي او من عندي. انا فهمت الموضوع. انا هو صار عنده حاجه ايه؟ هو عطي ورده لبنت. اه كان سيد. لا 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 بني انا إيه شوفي يعني يلا بلش يعني طول انا اطول منه ما شاء الله انا اوسع منه شفتي شفتي هيك يعني انا وانت هيك لحظه قلت لك انت ما فيك انت ما فيك يعني يعني تكوني مع واحد عنده حبيب شوفي انا عندي اربع وردات بس عنده بس اوكي صح شو وردة انا اعطيك وردة خافي ليش كونوا قالوا لنا قالوا لنا الفيديو انه مين بيقنع اكثر خالد ما بعرف انا ما بدي انا عبد القاوي انا هبيت عشان تعجبني وبدي اكون معها يعني بدي هديها وردة من قلبي لك تركيني هلا تركيني هلا شو ما شاء الله هاي انا مش على الفاضي لا هي لا بدك تقنعها والله شو بدي اقول لك انا اللي هون انا ما بعرف احكي كثير مثل ما بنعرف بدي كثير يعني فهمت بس انا عندي هيك يعني جبل شوف يعني هيك شوف بدي انا كمان في اعمل لك فيه اقدم لك فيها بطريقه كثير حلوه عندي حب انا ما عندي بدي اجيب لك الورده بدك تقبلي منها لا تطلع يا علي لحظه شوي هيدي حب هيدي ورده لحظه هيدي ورده مثل ما بتشوف هيدي ورده حلوه بدنا اياكي تاخذي هيدي الورده هيدي الورده هيدي الورده بتحس انه بتشبه العنب ولا نقي احلى ورده فيه يلا نقي احلى ورده فيه يا معلم بس انت لازم تنقي الشخص اللي بدك تفتح معه لحظة شوي شوف بس تحس انه يلي بيقنع يلي بيقنع هو تمام رح يكسب اليوم انا لحظة هيدي قديمة هيدي طريقة قديمة شوفي شوي تمام شوي لحظة شوي اذا هيدي الوردة صدقين ما رح تقبل منه تكون جميع جميل بسم الله وهيدي يعني ما الله الله وحلو شوفي قديش بدي تتفيني انا لما بشوفك بس هو عنده شو لما بشوفك لا والله والله يعني في عندك اخي ما بتشبه النجوى كانت كمان نجوى حلوه كمان نجوى حلوه نجوى حلوه شوف شوف نجوى لما خلص وات ذا فاك عم تحكي عن نجوى يا رب عم تحكي عن ما بتشبه الارض بتشبه البرد بردت خلي يعني طبعا والله تبعيدي يا كيف عملت والله وديتي ماشي هذه لمين تعتبر لإلي كيف لا انا كيف عرفت كيف عرفت خالد عايز الحظ خذ طلع والله بس هذا مو ورده والله وديتي والله قبل طردني هيدي مني مجاملة هيدي حقيقة هيدي وردة مني حبيبة هيدي وهلا مثل ما بتشوفوا قبلت انا عادي تعي صمر هون شوي قاعدة من يسرى اخذت وردة صراحة في انا عام زعل خالد زعل خالد زعل عن جد زعل هيدا هو تبع هيدي الحب انا ما عندي حبيب بتقبلي مني انا كمان بس هذا الزلمه بلاد بقول معك لحظه بس شوي حبيب قلبي عنده كثير حبيبات لحظه هيك انا لما فتت لما لحظه بدي احكي معك تمام لما فتت هيدا عاد المحل انا اسم الله عليك مثل الورده تبين كثير هيدي الورده اللي بدي اقبل اياها لازم تقبل لحظه
تقبليها. هو استنى اوكي تعال الزوجه رجعت تعال الزوجه ميرسي طال خبر مضبوط هالشيء اجبنا يا عيد حب وعيد حب باي 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 ومثل ما شايفين هون في تعادل بيني وبين هيدا الازعر هيدا الازعر خرب بيتك مثل ما بشفتوا انه نحن وزعنا كل الورد على كل بنات واحلى بنت تونس فهلا بدنا نختم بالورد النهائي مين بيخلص بس هي الورده مين راح يخلص بس اكيد انا اللي بخلص بدنا نروح انا اللي راح اخلص انا اللي راح اخلص هيدي الورده اسم الله انا اللي راح اخلص انا يا حبيبي لا اليوم عيد هذا صار عنده شيء عصب حبيبة ما في عندي حبيبة ما في عندي حبيبة والله ما في عندي تمام بدنا نغيرها لأنه كثير وقت الأخوات أنا بدي أنا بدي إيتك هيدا حبيبة كثير عنده لحظة شوي خالد حبيبة إنه هيجو عن حبه ما أبوي شوي هذا مني إلك وأنا لك يوليا يلا جبتني كريم مرة ثانية جبتني كريم مرة ثانية جبتني كريم بسم الله يعني بعرف شوي بالطبع فاز عني ربح هو التحدي بعد هيك كوبية طبعا البصل وبعد هيدا العقاب
اللي ما حبيته بالمرة يعني لا تنسوا تدعمونا بالسبسكرايب للقناة و تعملوا شير. إذا عندكم أي شيء أي تحدي بدكم إياه أو بدكم أفكار بتنزلوا تحت بالتعليقات، وأكيد إحنا بنقرأ كل التعليقات. بحبكم كتير. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.